لا شك ان لجان المجلس لجان مهمه، وانا اعتقد هي تعتبر روح المجلس مع جلسات المجلس، لكن للاسف اليوم المجلس اكثر من 3 أشهر معطل، لم يعقد اي جلسه ولم يتخذ اي قرار. عليه اليوم ناقشنا كل هذه المواضيع مع رؤساء اللجان في مجلس المحافظه، وهم ممثلون من كل الكتل السياسيه في مجلس المحافظه. لدينا 5 لجان مهمة، وهي اللجنة الأمنية واللجنة المالية ولجنة الخدمات ولجنة الإعمار ولجنة الصحة. لا يوجد فيها فقط رئيس لجنة، لحد الآن لم ينتخب أعضاء للجنة منذ ما يقارب 7 أشهر، وهذا يشكل خلل كبير في عمل اللجنة، لكون اللجنة تحتاج إلى نصاب وإلى محاضر وتوقيع من قبل أعضاء اللجان ليتم اعتمادها من قبل مجلس المحافظة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بها. تم اليوم عقد جلسة تشاورية في مجلس محافظة نينوى من قبل رئيس المجلس مع رؤساء اللجان وبعض أعضاء مجلس المحافظة ومدراء المكاتب والعاملين في مجلس محافظة نينوى، بضرورة تنظيم العمل الرقابي والتشريعي وضرورة تنظيم اللجان وضرورة إكمال ما تبقى من اللجان ليقوم المجلس بعمله التشريعي والرقابي في محافظة نينوى. طبعا هذه الاجتماعات من الاجتماعات المهمة جدا التي تبين ضرورة عمل هذه اللجان وضرورة ترشيد هذا العمل بما يخدم المواطن وضرورة إكمال النواقص وطريقة وأسلوب وإداء كيف مخاطبة الدوائر ومحاسبة الجهات المقصرة وتقديم الشكر لمن يقدم خدمات لمحافظة نينوى. بإذن الله سوف يتم عقد جلسة، وأنت لاحظت في هذا الاجتماع اليوم كل المقاطعين من كل الأحزاب والكتل موجودين داخل هذه اللجنة للقيام بدورهم التشريعي والنقابي. إذن الأمور إن شاء الله تبشر بخير، و حضور أعضاء مجلس المحافظة اليوم من كل الكتل دليل على اهتمامهم وضرورة إداء واجبهم التشريعي والرقابي في محافظة نينوى. الحقيقة اليوم الجلسة كانت هي للجان الدائمة في مجلس محافظة نينوى، وهذا حقيقة أمر لا يتعلق في موضوع الجلسة الرسمية التي تعقدها، لا زال يعني الأمر السياسي لم يحل، ولكن هذا واجبنا كرؤساء لجان وكأعضاء مجلس محافظة بأن نتابع الأمور الخدمية لمحافظة نينوى بمعزل عن الأمور السياسية. طبعا هذه الاجتماعات لرؤساء اللجان لا تقل أهمية عن اجتماعات المجلس الدائمي، طبعا وفق القانون بأن لمجلس المحافظة أن يجتمع كل أسبوع جلسة، وجلسة خاصة للجان. طبعا هناك 5 لجان لا زال لم تكتمل، ومنها اللجنة الأمنية اللي أنا أرأسها. طبعا رفعنا مطالعة إلى رئاسة المجلس بإكمال هذه اللجنة لكي تكون هناك توصيات ومحاضر الاجتماع وغيرها، وبالتالي اليوم عمل في مجلس المحافظة هي عمل تضامني، ويجب على جميع الكتل السياسية والأعضاء المجلس أن يلتئموا ويحضروا ويتعاونوا من أجل أن نقدم شيء لمحافظتنا. حضرنا في مجلس محافظة نينوى حول اللجان وما ستعمل في الأيام القادمة وما عملته من تقارير إيجابية. إن شاء الله في الأيام القادمة سنرى حلول إيجابية لكافة الكتل لحل معوقات والمشاكل التي تكون موجودة في دوائر محافظة نينوى. نحن نعمل جادين كأعضاء مجلس محافظة نينوى على حلحلة الأمور وحل المشاكل الموجودة في محافظة نينوى، وكل لجنة يجب أن يقوم بعمله الصحيح من حيث الرقابة، وإن شاء الله نرى في الأيام القادمة حلحلة جميع الأمور في مجلس محافظة نينوى وفي كافة دوائر محافظة نينوى. طبعا الحضور كان لكافة الكتل السياسية، والهدف والغاية منها هو تقييم عمل هذا اللجان وإكمال اللجان الخمسة التي لم تكتمل نصابها لحد الآن، وأيضا مناقشة بعض المواضيع تخص العمل المجلس بصورة عامة، من بينها قانون المختارين والتصويت دور التصويت عليه وقوانين أخرى هامة تحتاج المحافظة لمضي فيها في جلسات واجتماعات القادمة.